كشف استطلاع للرأي أجراه مركز دراسات حكومي في إيران عن احتدام المنافسة بين مرشحي الرئاسة مسعود بيزشكيان ومحمد باقر قاليباف وسعيد جليلي قبل أقل من أسبوع على موعد الانتخابات. وبحسب الاستطلاع فإنه بعد المناظرة الثانية تشير النتائج إلى تقارب كبير للغاية بين المرشحين الثلاثة، حيث يتصدر سعيد جليلي بنسبة 23.5%، يليه قاليباف في المركز الثاني بنسبة 19.14%، ثم بيزشكيان ثالثا بنسبة 19.20%. وظهر الاستطلاع كذلك أن 19% من الإيرانيين مترددون بشأن المشاركة في الانتخابات، في حين أبدى 45% استعدادهم للمشاركة في التصويت. اقترب موعد الانتخابات، سيتم التعامل مع الحجاب على محمل الجد، ولكن عندما ينتهي التصويت ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، فالشابات لا يستطعن خلع حجابهن. 45 عاما من الخبرة أظهرت أننا لا نضحك إلا بعد الانتخابات، لأن كل الوعود التي قطعوها لم تتحقق والوضع يزداد سوءا كل يوم. إذا كنت أعرف الشخص المناسب أو حصلت على مشاورات جيدة من الآخرين سأصوت، وإلا فلا. نقلت قناة إيران انترناشونال عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن حركة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد أصبحت مقيدة. أوضحت المصادر أن دخوله وخروجه من البيت بات مراقبا من قبل أجهزة الأمن، كما كشفت أن هذه القيود تم تطبيقها بعد عودته من سفر إلى شمال البلاد. مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران تتعالى الأصوات الداعية إلى مقاطعتها، حيث وصف 16 حزبا ومنظمة سياسية إيرانية في بيان مشترك هذه الانتخابات الرئاسية بأنها مسرحية يديرها النظام، وشددوا على أن مقاطعة هذا الحدث تعتبر مسؤولية مدنية. وجاء في بيان هذه المنظمات أن المواطن الإيراني لا يبيع صوته بعد الآن لمصلحة النظام، كونه يعلم أن عدم التصويت هو أيضا خيار يظهر إرادته من خلال مقاطعة الانتخابات التي وصفوها بالصورية. وفيما يتعلق بالموقف من الإصلاحيين، ذكر البيان أنهم قادوا الإيرانيين دائما إلى سراب الاختيار بين السيء والأسوأ. وأضاف الموقعون على هذا البيان أن مقاطعة الانتخابات ضرورية لإرساء الديمقراطية والدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع كافة دول العالم.